الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعددة التربية فصل كا لبات وضعنا ما تحقق السابسية هي الحرص على الوقت وحسن الاستفادة منه يعني وقت جاء أو الوجود داله يكن سوى عن مغفرينيستو أنا ردينا يا فلسل دوتان عشر كان مكا برتيد أما قادتين وحال إن شاء الله تعالى أبو لسن دوتان إنا وقت جاء حددي إنا وقت تنتهي وسمستد إنا يعني أنا وقت تقف وقت نسك فلسل أهمية الوقت وقت جاء أهمية اللي هي إن من المعلوم أن الله يقسم بما يشاء من مخلوقاته وأنه لا يقسم إلا بعظيم قال تعالى والفجر والليل والضحى وما هذه إلا أهميته وهذه الأهمية مستربها أن الوقت هو الزمن الذي تقع فيه الأعمال نقمة الوقت إن الوقت نقمة وأمانة يضيعها كثير من الناس خاصية الوقت الوقت خاصية وهو أنه إذا ذهب لم يرجع وهذا يدفعنا لاستغلال كل لحظة من مظاهر الفراغ إن من تراه يجول في الشوارع الساعات الطوال بلا هدف مضيع لوقته ومن تراه يجلس الساعات الطوال يرقب ما لا يعود عليه بنفع في دينه ولا في دنياه مضيع لوقته إلى آخر الدرس إن شاء الله. أهمية الوقت ومحيم مهم لماذا نقول له وقته إن من الوقت وقتك إن من المعلوم وحلقه وحكم الأه أن الله يقسم إلى سبحانه وتعالى إنه كله قسم يقسم إنه كله بما شاء وفره من المخلوقات سيلوغي وسيلاس وأنه لا يقسم إلا بعظيم سيلاس سلم من أهل إله سبحانه وتعالى وما نهرته شيء بالمعنى قال تعالى سوف أدعتي وحيلا مخلوقات وحيلا أبرع كمدة والفجر وبرق يا أدعتي الليل هي والليل هميك يا أدعتي والضحى بركة يا أدعتي الليل وما هذه إلا أهميته أرخاصنا معنا إلا مهمة إليه وقته وبرق هميك وعني برقضة وقدرنا أهمية إلى سبحانه وتعالى بليمان كذلك ومن وهذه الأهمية مصدرها أن الوقت هو الزمن أهمية داسة مهمة لمدرسة روحوية مصدر كذلك لها أن الوقت وقته هو الزمن الذي تقع فيه الأعمال إنه يهي زمنك كاسو عمليات تحت عهد عمل كاس هنفضه عمل كوناكسر عمل كوناكسر سورة هنا مركة مهم لماذا كل يهي ترتب إله سبحانه وتعالى سهل وقال لهم هاي القرآن كسو بشوية هذا بل نعمة الوقت وقت لماذا كل يهي إن الوقت نعمة وأمانة يضيعها كثير من الناس وقتك ونعمة إلهي نعمة ضد السيوه وأمانة هدنا أمانة يوحد سكوت يبيوية يضيعها كثير من الناس إن بدل تلقى كم من أهل ويضيعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كله كده هي نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كنا وقت عفما طب فراغتان أوليه تلقى بدل قصد وقت قاس أي فتران إله سبحانه وتعالى يعني وحوي ومن فإنستان عفما إلى يسي يفراغ قاس هو إسكبي عايا ها مكة وقت هو إلهي نعمه كسيه حتى يوم الفضل خاصية الوقت وقت خاصية يوحو قارك أوليه الوقت خاصية وقت خاصية أيوليه وهو خاصية سوليه وهو أنه إذا ذهب لم يرجع هذا وقت ترى ما الصلاة وهذا يدفعنا أرن كاس نوش نور بيما هي ونقول لي حيا وبوش نوش منا لاستغلال كل لحظة وقت كستا يا حضرت كستا برقص كستا وقت جا كم ده إن كفى إديسون سبب طاقة شلي ما الصلاة من مظاهر الفراغ الفراغ فراغ هذا مظاهر تري وحيلها دي ببيار كده يعني أم مقطع بنعمة الله كمله أن تراه
أن من تراه يجول في الشوارع خوفك أركز يا صبو يجول جال جولان وحليه وخوف اسكوري بالعمر يجول في الشوارع وضيق المسكوري يعني. الساعات التوال اختيار دائما يسكوري بلا هدف أصبح واحد قرد الله يعني. خوفك أصبح حليه هذا مطيب عن الوقت السبب تكون نغضوا محي بلا هدف قرد أنو هدف كمان لهان مركو مغالا الآلية مركا آيس مغالا عصر قصانة سوقتها سوقتها سنتا سوقتها سنتا سوقتها سلام ومنتها لكن ساعات الدوار واختيار بدن بروح كل من يسا بلا هدف أضوء مغالا الإسكاء أهل وحس روحه وقف يعني مطيب الوقت لأيه يعني. وحلال أكي كرو يعني مكمل هاي قف من وقت يستطيع ومن ترى يجلس ساعات الدوار قف أركي سي أصبع وقت دار لون كتير مسكفر ديا يلقب ما لا يعود عليه هاي خاصة نمحوم وكسوية وحن نعفي لأهين يعود عليه بنف وحن نعفي أنسع عليه أنسع عليه دين كيس في ديني ولا في دنياه بو مسكفر ديا خاص ها يعني طبعا مقاحبة الشهر قبيسة شهر سبك قبيسة هو أنت وقت وشهر الأربعين وقت تايم جالس وما طيب بس وقت كم طلبت من أي كسر جناه ما شاء سكفر النهاية وعوي بلكان يا نص مينا يا أحلي رفق تدرك عن سمينا وكلته أنت أصلا يعني وحنا في كسر المايا قف كاسر أحلي رم طيج الوقت صار طبعا وواحد ديت وقت عشان أنت العب وتمنطق وحكي رسمة وحكبر بعصر مسي مطيب من الوقت بعد لكن هذا كنت تكتب وحلي هذا فستي أو يعني هذا وقت عشان أبي سهرت يعني شقاء كسر بحالي ومرك أكون سلس وكجع راس التحصر على فوات الأوقات يعني تنوع شليته أكش اللي يزيد واختيار بكاتي وأردت ضدك وهوين أكلته وحي كده هيا وانا يا حدام وحسن قبصنا حبيب قبصنا وحراس كليه التحصر على فوات الأوقات يعني ما تختيارش أوقات تري ويعني أكش اللي يزيد تحصر قمم وين إذا انتبه العاقل مركا وحليلة التحصل لا ينفع عليه وحليلة قمام حمام بعضه لكن سكة سوء وينتا سكة سوء عمرك أبوينا حتى كيف يسنك هذا عمرك ها مركا إنا كبقى ممتين معهنا وإنا وحي هراك أتري وقتي ورميش إساء يعني شو تجا كسو بأس إذا انتبه العاقل وتذكر ما مضى من أيام عمره فإنه يندم على الساعات التي قضاها بالهوى والضباب. قف هاتو إذا انتبه العاقل، قف عاقلك وأنت الجنسية عبدو صح وستبع اللي هي وانتبه اللي هو برارو انتبه هادو برارو اسمه وتذكر ما مضى وحتاجين وصح وستبع من أيام عمره عمره سوقت ياشي سكمل له فإنه يندم قف قشة اللي على الساعات واختيارك التي قضاها وكسو قاتل في الله والبطالة حديتها كبدا كسو عيارسي حديتها يعني محام كبير على الانوك كسو عيارسي حديتها يعني اسكا يعني بادي تسكاتي يعني على وحو كسو بران على وحنا اكتر طبعا لكن وقتها شاسو هم وكما كسو تزدو حتى ندد يريرا او بران هاي او اركا امسي يعني ما شاء الله وقف ويهان واركو قفها سبيلي وقت لاني الله محاك سو المسي فالعاقل هذا تبقى عاقل كأوحى لي هذا من ندم اليوم ما تقف الشر يوما حيث ينفعه ندم مرقو عن فعاية ندم حالا هو محاكمة ندم كما رك لقاه الله إله سبحانه وتعالى ما كهر تكتب معني كيوم القيامة يا رب سبحانه وتعالى هر تكتب وقد صفح صفح هذا الودي هو أكش اللي تنتد معني كاس أترى معني كاس هذا حرم صلى مركز يعني ندم فور ما هو مركز ومركز سكريبي في ما أنت غير من هيك في السكين أتري يعني محان هر مرسل يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث من يقول هاي قفك العاقل الكيس يعني من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قف عاقل كانوا وقفك نسدي سحسها بيها أدونك مركبته وعامل لما بعد الموت مركو يعني اللي تك بعد جنة يعني عمر قف كاسة كيس ليرة قف كاسة عاقل ليرة ما كان تحسو ما مركز ما عم فاعس ما عليك عس ما أنت كشريتو ما أنت كري بتوم أختي وأختي وح مك أسمين أسمين ترتي حديت هاي بكان يرى الله ناقة إسلام ده يعني على بشار ترتي
هذه تهي عن وقتي على عاد ملاحظة إنه إله سبحانه وتعالى وكنتي عاد كقالي ترتين هذه تهي خمر أسمينيس هذه تهي دع أسمينيس هذه تهي تبني ما هذا أسمينيس هذه تهي سباروين كاس تبنيس سبارو عوي مت كدعها بكتب بكم إذا سبارو عشان قف قلب بيس عن الله يهرمر كيس أو حاصل ما سمين أنت هو سبار مركا maantaas in laga tirtoomo ayaa loo baahanyahay oo maanta arkay in nidaam aad ka samaysay wastaqbala laxdaaf cumriga qofka waxaa la yidhaahdaa waa qofkii maantay shalay tooma xaytii facumnado markuu nadamkiisiiyo shalaytooyinkiisu way ani manfacaayo wastaqbala laxdaaf cumriga cumrigiisa laxdaooyinkiisa iyo waqtiyaalkiisana qaabila istiqbaal ku sameeya oo facamarha taas way shidan tahay ku camira أمرها مرك أمير قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه الندم ما إنك كاسو وسن أنفعي ندم يشليته وسن أنفعي أنت وسن إيمان كهر تدي عن مركز عمل أمريسي يوقت ياش تكفى إليسا أفكاس أي عاقل ده عاقل وأفكاس كفى إليسا وقت قال إلهي سبحانه وتعالى وعوضي وقت بسيه وقت الناس هنا سن جماعة مساجد آبادي همين كي يعني آب وقت كم ذا الصلاة الليل أو شيء استأتي وعي كم بتاعي هرمر كعلى قف دائرة الهرمر أقوى يشين وأقف سوى الدنيا ذي الوقت كي سير كعشباب نمي سير ذي رمي سكوس الدالي إلى سبحانه وتعالى خطر سكت من يرسل من أسباب تجربة الوقت حد روح أنا روح ما دام أهمية الوقت أنا كسر هذي إن عمري الوقت خاسر وقت بالليل وحيلها يبقى وأرك على قف يعني سقط سكفة سنة كسر هذه أن كسر الله تحصل قف وكرش اللي توما الوقت يا شيء سه أنا ذكرته وحر بعض ضب ما حاطة يا وقت سببها كنا وقت اللي نقطة يعني كل واحد كنا هو عدم وضوح الخير أنا أغنى وحلي له الهدف ما أنت اللي بيجي تما كسر أنا وقت أغنى يعني كف حسن كل هاي محاكم حاسمين تونا جدول تايم تحيب الله هاي وحيكم تاي وحيا له وقت رفيع وضوح الهد قاية قول الله الحين وع عدم والان وضوح وعطان الغاية وقول وعدم وضوح الغاية قول كي أن هو عطين الأجهزة حما قوم نساء مسيحان ما حد قبل ما كسر ساعات صدع ساعة مع أفس مع مشان ساعة مع قوم عدم وضوح الغاية حيكون متى تجي الوقت لو مرافقة الزملاء غير الجادين هنا بس حتى صحابة يفرنس كا أو أن حبونين غير الجادين أو ناسين الذين يضيعون الأوقات السوداء واختيار لنا شسب بلاش كضيع عيال كوه سال سعيد حاجة لا صحيح عم عقول كلا ما رح نقول فيها نبي صلى الله عليه وسلم حديث بوجه هذا وقفك وناسن صاحبك وناسن صاحبك صاحبك وناسن صاحبك صاحبك وناسن فأنا بس الله عليه وسلم إكسام بيوصل دوس وقاب صاحبك وناسن وقف عدل وطه عدل كأنه كسي إنه هذيك كوكب كان يلا ريح وناسن أكاش أنت سوق بنقص ما يناسي كأنه كسي مثل وناسن وانافق الكيل كل مدي بوفنا مدي يعني أخوف هاي قف كسد بوفنا مدي كأخوف هاي وعد مريها بجوبها والسبع كاس وراء عيسى يعني ذكر كذا ثم كرمه هي ولا يستفيدون من عمرهم ذكاس أو يعني وقتها شو ذكر عمرهم كفى السن وشبابهم يدل يرمون أن كفى السن سنبر صدع وكثرة الملهيات حيرة مشغولية مشغول مشغول بغض النظر ملهيات وحيرة سؤال لأنه أكل تبى تلف وتر ما ترى كعيرة سا وقت وقتها ما حصل من سا فيديو سلسلة بقى في السنة واختي الوضع كثرة المليات وعلى مشغولية أو خبرة فكاس قلة الأعوان على استغلال الوقت أعوان أنا صاحي بدأ يفرندس كاية أو أعوان كواسة الإلالة أهل كاية مصدد كاية كل شيء مركز إنا كوية تحي قلة إنا يوية تحي على استغلال الوقت وقت كإني سنة إيسي كفا إيسي وأبشر معنا علي ولكن أبدا هاي وسلام عليكم